الأولى سوريا الله يعافيها ويحميها ويمد لنا بعمرها سليمة معافاة، هذا أول شيء. ثاني شيء لأمهات الشهداء اللي قدموا أرواحهم كرمال هالوطن. خلي لنا سوريا، سوريا هي أمنا كليتنا، والأم الكبيرة هي أم الوطن العربي وأمنا سوريا، ويخلي كل أمهات الشهداء وينصر الجيش العربي السوري. أول شيء الله يحمي هالبلاء وقائد البلاء، والله يرحم جميع الشهداء، ونتمنى النصر للجيش العربي السوري. من عائد كل الأمهات وبالأخص أمهات الشهداء، لأنه لهم حيز خاص في 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 تاريخ هدول الشهداء اللي قدموا تضحيات كبيرة. حب أقول لك الأمهات اللي عانوا من الحرب بسوريا يصبروا شوي، وهن يقدموا أولادي شهداء فداء الوطن، وإن شاء الله بيستمروا بالعطاء وبتخلص الأزمة وبترجع الأمور مثل ما كانت وأحسن. بنعيد نحن كل أم وخاصة أمهات الشهداء، وكل عام وهن بخير، وإن شاء الله العيد القادم بتكون كل بلدنا محررة، عيد جيشنا وقواتنا المسلحة. بهاليوم المجيد هو عيد الأم، إن شاء الله بينعاد على كل الأمهات بخير وصحة وعافية. الأم الأولى هي أمنا كلنا سوريا، إن شاء الله بتتعاد بالشفاء العاجل. لأمهات الشهداء أهم شيء، وأمهات الجرحى إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وكل أمهاتنا بخير. إن شاء الله ينعاد علينا العيد بألف خير، كل عام وهن بخير، وأمهات الشهداء إن شاء الله بينعاد عليهن وعلى الجرحى الشهداء بألف خير والشفاء العاجل إن شاء الله. وكل عام الأم الكبيرة اللي هي سوريا الحبيبة إن شاء الله تكون بألف خير، إن شاء الله الأعياد القادمة هالبلد بتخلص من هالشر اللي فيه. نفتخر فيهم وكل عام هني بألف خير، وإن شاء الله البلد أحسن، يعني كل ما أنا أحسن، وما ننسى تضحيات الضحوة عن جد.